السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم من سوق البروج جينا عند الاخ عبد الواحد، عرض علينا حنا والصناكه يونس مصطفى الحلوه. مرحبا بك ابو سعيد، محبوب الجماهير سعيد. الله يحفظك. مرحبا وتبارك الله الخير ديال الكتيبه عندك ما شاء الله. شوفوا تبارك الله. مرحبا فاطره وبعدا. مرحبا فاطره ويلا مهلاش فيكم هذا عبد الواحد. الله عمرك صاحبنا وحبيبنا. صاحبنا وحبيبنا وكسيت كاملين صحابنا. ما هياش دابا هو جا جار السوق يجيوكم من الفضاء. لا ما هياش دابا صاحبنا ثاني خوتو سنين هادي صحابنا. سنين هادي صحابنا خوتو. الحمد لله الحمد لله. واو كبليناتي. مرحبا بكم. مرحبا نو تشرب. ما عرفتش باغي نشوفه، باغي نشوفو المليح. مرحبا بك انت والمشاهدين كلشي. مرحبا بك، تحية خاصة لهم المشاهدين ديالك. مرحبا ولف مرحبا. الله يحفظك. مرحبا بك. تبارك الله ما شاء الله. اخويا سعيد تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله كسيبتنا. تبارك الله ما شاء الله. واش الشيء مطبوع ياك؟ كلها مطبوعه كامل كامله، الطانقه حمراء الساتيه وهاد البيستاج راه عتنيه. تبارك الله. وراه كلها دافع على ميلاد. وهذا الكحل هذاك باقي سنان الحليب، هذاك باقي ما مرشوم هو. اه سنان الحليب. باش يفهموا متابعينا الكرام، باش يتبعوا اخويا عبد الواحد. اه ان شاء الله. الدراري جاو معنا من السوق. مرحبا. كيف سلعتهم ديما الله عمر هذا؟ ياك. الله يحفظك. صحابنا وناس الجوده هما اللي اللي اخو. تبارك الله قبل اللي يديو المتابعين ويعرفوا بعدا واحد المده شنو كتوكلوا. العلف النخاله لبيب. زيد. الشمندر. النخاله. شويه ديال التبل الفصه. الفصه هي مشي حتى في الارض ها. راش والدراري هادو راه ديما كيجيو يديو، راه هما اللي كيديو فيها كل مره 10 11 12. حنا لا ما كاينش شي واحد معقول ما كنبيعوش ليه. هادو راه ناضين كيبيعوا يشريو معقول. عفوا السيمانه راه دا شي 11 راه باعها ورجع ثاني. ما في السوق اسعد دابا في البرود. فهمت راه انا من الصوت نفطر مع هاد الناس عندهم غنى وقفت على وغيدي الحلبي. تبارك الله الام. تعال عند واحد. سير. بسم الله. هات السيدي ها. الكارانت يبين. زيد زيد شوف اللي راه شنو بدا. دابا ان الاب الام والحافي. هذا ماشي باهم، هذا خو النعجات هذا. خو هاد الحوليات الصغار التنيات راه خوهم هذا. باهم راه واحد اخر. يعني اه ماشي نكون واقعيين من الناس. صبابات كلشي. الوينات الفم كلشي. خروف ياك. حولي خروف خروف. حولية خو خروف. تبارك الله ما شاء الله. حولي. ومن الصغر ديالو. اه حتى الودينة تبارك الله فين محطوط. هذا دابا عنده شي 9 ايام. منا باش عرف قال لي يفكر الشير. 9 ايام لا. 9 ايام هذا هو راه عنده 3 ايام راه باقي سير درا. شوية. ما شاء الله. هذا راه خروف. ها راه تسيع ودفوع وريد دفوع. اه ترى دافع على ميلاد. وريد دفوع وريد دفوع. راه غادي فلوس معاها. آه. ما والداش دافعة. ما شاء الله. سداسية. كاين اللي بقى الأغلى هاد الساتية كلها على ميلاد. تنيات اللي راه دارات وكن بقى معطلين شوية. كايناش ثلاثة شهور شهرين. كاين الحول. الحول يا ود الغلم ني تعرفش. شوش هذا راه مو كاينه، مو هي اللي شد لك الدري دافعه. راه موت هذا. كاينه شي حاجه انوك وكاينه شي حاجه. اه كاينه شي حاجه ماشي لان. تبارك الله شي حاجه نيت فحاليه مليح سوبر اللي دا عندنا شي حاجه نبقاو معاه. هات تيقول باره فولاد دل الحولي. دابا هذا كل شيء سنين الحليب تا واحد من اثنين وباقي ما يهرس تيفوت العيد الكبير. هادشي كبير وما يتسدناش. باقي صغير. دابا هادشي معروض ان البيع اللي بغى كل اللي بغى شي حاجه مرحبا، اللي بغى يذبح مرحبا به، اللي بغى يكسب مرحبا به، اللي بغى يفحل مرحبا به، وفي المكان صيفطوا لي رسلوا لي حاجه واحده المعقول يكون هالمعقول في بنادم. ومرحبا بي عدوا الفلوس ما عدوش يجي ياخد السلعه ماشي مشكل. راه كنتعاملوا مع امراه معقولين. مرحبا. كنعرفهم الدمعات سي سعيد الصويبات كل شيء. نجيو نشوفوا السلعه تاع سير شوف. واحد واحد. هذو ماشي الاغلبيه ديال منا ولاد النعجات. اه ولاد النعجات وشي حاجه راه مشريه من السوق. ها اللي مشري راه باين. دابا بغيت نقول لك واحد النقطه بالنسبه للنعجه ملي كتكون مليحه. اه
تخلي لك شي حاجه مليح تلوح لك المليح ولكن ثاني حاجه الشبع ولكن ثاني التهلو تا هو كيلعب تهلو الشبع هي كلشي 50% تشوف واحد النوع كيشري البهايم يبقى طالقه في الخلاديع معاها هز زينك هاكا 500 ديال البال هادي ديال الفاصه ما فاتتش دابا شهر و25 يوم اللي بقى منها الشيء 500 والله الا 500 ديال البال اللي بقى منها شهر و25 يوم اللي بقى لكن الحمد لله حتى ملي كتعطي كتوكل هادشي يعني الماكله ها العلف حتى هو غنوريك مكازا ديال العلف خويا عطيها تعطيك السيسير طيها تعطيك تهلو هو لو كلتي المليح ما يبقاش لك الحال تهلو والدواء والعنايه الباهي مقابلها ماشي انا كاسب صافي تلاقى سيردي لا قابل الباهي دابا تهليتي الا كان شي حاجه ماشي تلتم يعني شي كاليتي شويه ناقص وتهليتي فيه غير يعطيك بحال ما تشوف لا ما يعطيكش لا يعطي هو على قد التاسيله التاسيله يضرك على التاسيله دابا بحال هذاك الولد اللي قلتي لي مازال عنده 9 ايام وتبارك الله هذاك راه عنده 9 ايام والاخر عنده 3 ايام اليوم الاحد مزيود نهار الخميس عنده شهرين وتلقاه في هذاك الحجم كاين انا نوريك بحال واحد هنا راه كبار من هادشي كاع كامل ولكن ما دار ها هو شي هذا راه كبار من هاد الحولي هذا في العمر في العمر اه هو اللي كان راش هذا راه باقي صغير هذا هذاك ني هذا شحال تعطيه من شهر درك عنده شي خمسه ولا سته لا عنده سبعه اشهر سبعه اشهر وكان مريض انا بغيت نقول لك 10 لا سبعه اشهر وكان مريض انت باش تعرفوا باش تعرفوا كان مريض القرن ديالو هو اللي تزاد ما تزادش هو الحول ماركون ما كان يطلع كان يعطيك دابا اللي بغى يتقدم من عندك مرحبا بي مرحبا باي واحد اللي جا عندنا مرحبا بي مرحبا 06 79 46 42 41 البروج بالضبط شانطي ديال الدار قودرو اللي جا عندنا مرحبا بي اللي ما فيهش ما يجي نصيفطو ليه تلي ماشي مشكل مرحبا ندير فيديوهات اللي بغا مرحبا بي وصلت لعندو حنا سيدي كاع الناس اللي متبعينك وتيعرفوك مرحبا بهم بالقليل ولا بالكثير وانا نشهد لكم مرحبا بهم الحمد لله تجيدي وشتي ومرحبا بك حتى في اي وقت اي واحد جا عندنا مرحبا به كساب حريفي اللي بغانا مرحبا به مرحبا مرحبا به والله حتى مرحبا متابعينا الكرام نشوفوا السلعه غير الفرقه تعرف واش تقول راه واحد الحاجه بغيت نقولها لكم على السيد سعيد راه الوحيد في صحاب القناه اللي داخل ليا هنا كنتبعو مزيان فيه المعقول ما فيهش تخرشيش اللي كاينه كيقولها وكيمشي عند الناس ديال المعقول ما عمرني شفتو ندير شي فيديو مع شي واحد لا علاقه وكنشكرو بزاف هاد الشركه ضرب عليه تماره بزاف باش يبين ليكم وتشوفوا وتعرفوا بزاف والله انا منهم بعدا والله ما نقدر نمشي نجي من مدينه لمدينه باش تشوف تايا ولا نصور لك كاينين الحباب اللي كيدعمونك الحمد لله الحمد لله والله يسهل لك واخا تبارك الله عليك والله يسر لك امين الله يحفظك ابو سعيد بارك الله ضروري مرحبا اللي جا عندنا من عندك مرحبا بي ولا عندك مرحبا بي مرحبا والله ابو سعيد حتى مرحبا تبارك الله مرحبا امين